أحسن الله إليكم بعض الناس يا شيخ صالح يسرفون في الأكل والأطعمة والأشربة فنجد يعني الموائد مملوءة بأصناف الطعام هذا خلاف السنة شهر رمضان ليس شهرا للأطعمة والأشربة والتخمة بل هو شهر الصيام يأخذ من الأطعمة عند الإفطار ما يحتاج إليه أما تنويع الأطعمة وتنويع الإفطار و... فكان شهر رمضان صار شهر للأكل والشرب ما هو شهر لي... للصيام يخفف الأطعمة لا سيما وأنه سيقوم من الليل فيحتاج إلى تخفيف من الطعام والشراب لأنه إذا ملأ بطنه بالطعام والشراب كسل عن الصلاة وعن العبادة نعم